الحروق. هل تعلم أن الخدمة الإسعافية الطارئة التي قدمت بواسطة جمعية الهلال الأحمر السعودي لحالات الحروق ارتفعت من 1035 حالة عام 1417 هجرية إلى 6789 حالة عام 1425 هجرية؟ يا احمد عطنا المنقد والجمر خلصنا. طيب يا اخوي طيب، كم حرك نفسك يا اخي. اخي خلصنا يا ابو احمد، جاي نلعب النا ايش ذا البزلان اللي طالعين معه. حطه هنا قدامي خلص يلا. واسع واسع، عدل دي عدلها. اي بس 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 يلا عطنا الفاين، حط الفاين خلص. ابشر ابشر، الله يخليك تعشى يا شيخ، والله جوعانين جوعانين وحالتنا حاله. انتبه ليدك من النار. يا شباب يا شباب الكوره يا عليان. الحروق الحراريه تحدث نتيجة تعرض الشخص إلى النيران اللهب، انسكاب الماء المغلي أو الشاي أو القهوة على جلده، ملامسة جسم حار مثل المكوات، أشعة الشمس لفترات طويلة. الأعراض والعلامات: احمرار في الجلد، ألم شديد في الجزء المصاب من الجسم، حدوث تورم مع وجود فقاعات في الجلد المحروق. ماذا أفعل أولاً؟ لا تقترب من موقع الحريق إذا كان المكان غير آمن. أخمد اللهب إن استطعت دون أن تعرض نفسك للخطر. ألو الهلال؟ الهلال الأحمر السعودي، السلام عليكم. صديقي انحرق، شو سوي له؟ هد المصاب وابعد عن موقع الحريق. طمن المصاب وانقله بعيدا عن موقع الحريق، ثم اجعله يستلقي على الأرض. لا تفتح الفقاقيع الموجودة على الجلد المصاب. بلل المكان المحترق بالماء البارد أو بالفوط المبللة بالماء البارد. ارتدي القفازات الطبية، ثم اخلع عن المصاب الخواتم والأساور والملابس المحترقة مع عدم نزع أجزاء الملابس الملتصقة بالجلد. غطي الجلد المصاب بالضماد النظيف المبلل بالماء البارد. ممنوع لا تضع أي معجون أو مراهم للحروق أو أي مواد أخرى على المناطق المحروقة. الحروق الكهربائية تحدث نتيجة تعرض الشخص إلى البرق والصواعق، التيار الكهربائي في المنزل أو العمل، أو أثناء محاولة إنقاذ شخص موصول بتيار كهربائي. العلاج: افصل التيار الكهربائي قبل ملامسة المصاب وعالج الحروق بالطريقة السابقة. الحروق الكيميائية إصابة العين بمادة كيميائية تحدث نتيجة تعرض شخص ما إلى منظفات سائلة مثل كلوركس أو فلاش، مبيدات الحشرات، مواد الطلاء والتنر، تلوث العين بمادة قلوية أو حمضية. الأعراض والعلامات: ألم شديد وحارق في العين المصابة، دموع غزيرة من العين المصابة، حكة شديدة واحمرار في العين، تورم واحمرار للجلد حول العين ووجود آثار للمادة الكيميائية، زغللة وعدم وضوح الرؤية بالعين المصابة عند محاولة فتحها. كيف أتصرف؟ طمن المصاب،
ضع العين المصابة أسفل حنفية يجري منها ماء بارد لمدة 10 دقائق على الأقل، واحرص ألا تتلوث العين السليمة بالمادة الكيميائية. ضربة الشمس. وتحدث ضربة الشمس نتيجة التعرض إلى جو حار ورطب لمدة طويلة، مع عدم قدرة الجسم على التخلص من السوائل عن طريق العرق. الأعراض والعلامات: صداع ودوار وقي، اختلاف في درجة الوعي، الجلد جاف وحار قد يكون رطبا في بعض الحالات، حرارة الجسم أكثر من 40 درجة مئوية، النبض سريع وضعيف. كيف تصرف مع هذا الشخص المصاب بضربة الشمس؟ قم معي، قم معي، انقل المصاب إلى مكان بارد، اخلع عنه ملابسه الخارجية، لف المصاب بشرشف مبلل بالماء البارد كل 10 دقائق حتى تنخفض درجة حرارته. يمكن رش جسم المصاب بالماء البارد إذا لم يتوافر الشرشف. اتصل على رقم 997 عمليات الهلال الأحمر السعودي. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، لاكتساب المزيد من أساسيات الإسعافات الأولية وذلك لتقديمها لمن يحتاج إليها، فإننا ندعوكم للالتحاق بإحدى الدورات التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية في أحد مراكز التدريب التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، ليصبح كل فرد من أفراد المجتمع رجل إسعافات أولي.